فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. نعم رجل واحد الله يهدي بك، ما شرط انك تكون مكمل الدين كله او عالم اكبر عالم على وجه الارض، ما شرط عشان تبلغ الدين وتوحيد، لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية واحدة بس، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كلام سمعتوه ده بلغوه في السوق، بلغوه في البيت، بلغوه في الجامعة، بلغوه في المسجد في الجامع، بلغوه في مكان التجارة، في مكان العمل، في كل مكان، بلغوا الكلام، ربنا بيرفعكم وبيرزقكم. يبقى يا جماعة في أولياء، لكن ما بنعبدهم، ما بندعوهم من دون الله، نقول يا شيخ فلان تنجدنا وتفزعنا وتنزل لنا المطر، ده شرك بالله، وده غلط كبير ما في غلط أكبر منه، ولا في ذنب أكبر منه، ما تابع لك طريقة أبداً، ولا تابع لك جماعة. أنصار سنة لا أنصار مهدي لا غير، تابع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ألا هل بلغت فليبلغ الشاهد منكم الغائب.